الأعزاء، ونحن عبر هذه الأمسية نقول للجميع كل سنة وأنتم طيبين وتصوموا وتفطروا على خير. يسعدنا جدا ويفرحنا كثيرا أن يكون بيننا ضيفا هذا المساء أحد أعلام الفن السوداني، رجل يفيض فنا وأدبا وروعة. أستاذ زيدان إبراهيم، مرحب بك، أو كما يحلو الكثيرين أن يسمونك العندليب الأسمر، كل سنة وأنت طيب. مرحب بك يا أختي إسراء، وكل سنة وأنت طيبة. والله أنا سعيد جدا جدا بعد غيبة طويلة أن أطل في هذه اللحظات الجميلة، وبحيي المشاهدين، بقول لهم كل سنة وهم طيبين، وربنا يدي الصحة والعافية للجميع. نحن في هذا اللقاء عايزين بقدر هذا الأثراء في الذاكرة وفيما بتحمله من ذاكرتك من أشياء حلوة لزمان، حنرجعك في فقرتنا بعد 30 سنة لحاجة برضو مرت على 30 سنة، نشوف الحاجة دي شنو مع بعض، وبعد ذاك ممكن نعلق عليها. نبدأ. علمك يا فراش تعبد عيون الجاش، الخضرة في طفا وهمس النسيم الماش، مين علمك يا فراش تعبد عيون الجاش، الخضرة في الضفا وهمس النسيم الماش، من علمك يا فراش، من علمك يا فراش، على حمرة الوردة وحب الندى الركاش، حيا غافلوا معاي إنه الزمن غشاش، وبالله ليه يا فراش. حقيقة يمكن حتى الملامح قليلا اختلفت بالرغم من انه ما زلت تحتفظ بكثير من الشباب. نحن عايزين ترجع لينا كده للفترة دي، واللي يعني الفترة بتاعت بالتحديد يوم التسجيل ده، تتذكر؟ ده انا بتذكر يعني بعثة فنية كانت برئاسة المرحوم الموسيقار براي محمد دفع الله. نعم، جابت بينا من اثيوبيا للامارات لقطر للكويت. نعم، ودي كانت على ما اذكر في سنة 76، صيف 76، يعني حتى اكثر من 30 سنة كمان. التسجيل ده خارج السودان يعني؟ اي، ده أيوة، في تلفزيون ابو ظبي. نعم نعم، وعلى ما اذكر كان من ضمن الفنانين المشتركين معي المرحوم سيد خليفة وزكي عبد الكريم والثنائي الوطني. نعم نعم نعم، المجموعة بتاعت العرس، المجموعة فيهم المرحوم حسين عبد الله كمان، وعوض رحمة كمان، والمرحوم الفاتح الهادي أكورديون، وعبد اللطيف خضر جيتار، ليد جيتار، وإبراهيم عبد الوهاب او ابراهيم كتبه زي ما احنا بنسميهم على الايقاع. نعم، بنقز، وعلى العود المرحوم الموسيقار برعي محمد بقى الله. نعم،
والله ذاكرتك قوية يا أستاذ زيدان، ما زلت تحتفظ بكل هذه المجموعة الطيبة والكوكب الجميلة من الفنانين العاسين. حنديك فرصة اتصل بأي زول بيذكرك أو على الأقل ممكن يشترك معك في ذكريات الأغنية دي، تطلب حتى أنت تتصل به هو وين. أتمنى الاتصال بالأخ عوض رحمة. نعم أخ عوض رحمة موجود. نعم جدا نشوف الأخ عوض رحمة، نحاول اتصال بأخ عوض رحمة. ازيك يا عوض؟ مساء الخير. ازي الحال؟ ازيك انت؟ ازيك يا أستاذ؟ معك زيدان. ازيك انت؟ كل سنة وانت طيب. الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير يا أخي. صوتك شوية بس. اي قلت لك يا عوض تتذكر زيدان أنا؟ أيوة أستاذ زيدان. قلت لك؟ أيوة. تتذكر الرحلة المشينا ده أثيوبيا والإمارات؟ دي في 1076 سنة 76 كان معانا فيها أستاذ المرحوم. الكويت وأبو ظبي وقطر. أيوة تتذكر. تتذكر التسجيل اللي عملناه لتلفزيون أبو ظبي تتذكره؟ التسجيل اللي عملناه لتلفزيون أبو ظبي. تلفزيون أبو ظبي؟ أيوة أيوة. تتذكره؟ أي تتذكر الناس اللي كانوا مشتركين معاك حسا؟ تتذكر الناس اللي كانوا مشتركين معاك حسا؟ الناس اللي بالرحلة؟ نعم في الفرقة اللي كانوا مشاركين فيه. أيوة الناس اللي كانوا بالرحلة؟ نعم. الأستاذ المرحوم سيد خليفة. نعم. والأستاذ زكي عبد الكريم. نعم. والثنائي الوطني. نعم. من العاشرين. والمشتغين أستاذ الكبير الله يرحمه برا محمد ضفع الله. نعم. والفاتح الهادي الله يرحمه. نعم. وإبراهيم عبد الوهاب. نعم. عبد اللطيف والدلحاوي كان جاي الجيتار. نعم. وذا حسين عبد الله رحمه الله عليه. نعم نعم الحمد لله، يعني انا عشنا لك ذاكرتك وذاكرتي الحمد لله ما طلعت خربانه. ممكن اطلب اغنيه؟ جدا اتفضل. اطلب اغنيه فرح الجاز. نعم. وبعديها للابنه دمياء للسويد وزوجها عادل ولف عبد الباقي رحمه بالقضاري بالمبيض وكل لاعب بالقضاري. نعم واحنا برضو بنهديها لك ونتمنى لك يعني التوفيق ونتمنى لك مسيرة من النجاح. شكرا كتر خيرك وكل سنة وانت طيب. وحنديك فراش القاش بتسجيل حلو ورائع وأكثر من 30 سنة مرت على هذا التسجيل. شكرا لك أستاذنا إبراهيم. شكرا كتر خيرك كثير. شكرا لك يا أختي بلقاك. وأنا والله سعيد جدا جدا وللمرة الثانية أنا بقول أنا سعيد وأتمنى إنه في الهنيهة البسيطة دي إنه نكون يعني أنا عشت والحمد لله أنا عشت ذاكرتنا وما يعني ما جليت في الامتحان. نعم بالتأكيد. الله يبارك. نعم ونحن برضه يمكن دي فرصة عشان نسعد المستمعين والمشاهدين معانا بواحدة من الروائع اللي برضه يمكن أكد الفنان العازف عوض رحمة إنها كثير كانت بتطلب زمان وما زالت برضو كثير من المعجبين بيطلبوها. نحن بنشكرك، ربنا يديك الصحة والعافية وربنا يعني يميت في أيامك وعشان تدينا برضو مزيد من الإبداع. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا وبهني الناس وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين ويعود بالخير والبركة واليمن بالأمنيات الطيبة السعيدة لكل زول بيتمناها. مشاهدينا الأعزاء شكرا لكم وفراش القاش. على حمرة الوردة وحب الندى الرقاش غافل وما عارف انه الزمن غشاش وبالله ليه يا فراش خلاك وراح الجاش وبالله
يا فراش خلاك راحة القاش خلاك راحة القاش.